نروح لمنتخبنا الوطني، منتخب مصر اللي عنده مواجهتين مهمين جدا امام ملاوي، الاولى هتكون في القاهره يوم 24 والثانيه هتكون هناك يوم 28. والنهارده اعلن روي فيتوريا المدير الفني قائمه اللاعبين اللي تم اختيارهم لمعسكر شهر مارس، واللي هيكون فيه او هيتلعب فيه الماتشين زي ما قلت لحضراتكم 24 و28 على التوالي في الجوله الثالثه والجوله الرابعه من التصفيات. اختيارات فيتوريا لم حقيقه يمكن ما يعني ما اعتقدش ان فيها مفاجات، باستثناء طبعا يعني عوده كهربا اللي واضح بشكل كبير جدا على حد تصريحات فيتوريا نفسه انه مستوى كهربا ابهر فيتوريا في مشاركته الاخيره مع النادي الاهلي، وهو المهاجم الوحيد طبعا اللي تم اختياره من المحترفين المحليين او المحترفين اللي بيلعبوا في مصر. عندنا في حراسه المرمى محمد الشناوي، احمد الشناوي، ومعاهم محمد صبحي. خط الدفاع محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، احمد فتوح، واحمد حجازي، وعلي جبر، ومحمد عبد المنعم، واسامه جلال. خط النص طارق حامد، امام عاشور، محمود حماده، مروان عطيه، حمدي فتحي، احمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، عمر مرموش، احمد عبد القادر، ومحمد صلاح طبعا، ومعاهم مصطفى محمد واحمد حسن كوكا ومحمود كهربا. دي قائمه او دي اختيارات فيتوريا. اتكلم يمكن على الفتره اللي جايه وعلى معسكر المنتخب في الفتره الجايه، خصوصا ان الماتشين دول هيتلعبوا كل سنه طبعا وحضراتكم طيبين في خلال شهر رمضان. كل سنه وكل المصريين وكل الامه العربيه والاسلاميه بخير يا رب، ويعني شهر كريم نتمنى الحقيقه انه يعدي بالخير وباليمن وبالبركات زي ما تعودنا دايما على اهل مصر. خلينا نروح نشوف اهم تصريحات روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر في المؤتمر الصحفي اللي عقد النهارده، ونرجع نكمل حلقه السادسه مع حضراتكم. من بودارد توتش، مساء الخير للجميع. انتو ابريجاد بورتير انفيند، وبنشكركم جدا على الحضور. Vamos começar então o nosso estágio de março, um dos dois primeiros jogos oficiais. طبعا هنبدا المعسكر بتاعنا، ويعتبر المعسكر اللي هو بيتخلله اول مباراتين رسميتين بالنسبه لنا. Jogos muito importantes para nós, obviamente. مباريات تعتبر مهمه جدا بالنسبه لنا. Em que temos uma grande vontade de ganhar e que estamos prontos para esses jogos. طبعا عندنا رغبه قويه جدا للفوز، ونكون جاهزين ان شاء الله بالنسبه للمباريات. Em relação ao estágio, nós temos agora, eu convoquei, eu e a minha equipa técnica convocamos 24 jogadores. بالنسبه للمعسكر انا والجهاز الفني وضعنا لسته فيها 24 لاعب. Este estágio irá de 24 a 28 de março. طبعا المعسكر de 20 a 28 de março. المعسكر طبعا يبدا من يوم 20 وينتهي يوم 28 مارس ان شاء الله. Dois jogos a 24 e a 28. هيتخللوا مباراتين، مباراه يوم 24 ومباراه يوم 28 مارس. Iremos estar aqui no Cairo até ao dia 26. هنكون ان شاء الله حاضرين هنا في القاهره الى يوم 26 مارس. No dia 26 viajamos para Malawi. يوم 26 المغادرة إلى ملاوي. Os jogadores irão chegar entre o dia 20 e o dia 21. وصول اللاعبين هيكون إن شاء الله من يوم 20 إلى يوم 21 مارس. E a 23, como também vocês sabem, vai começar o Ramadão. وزي ما أنتم عارفين طبعا يوم 23 هتكون بداية الشهر الفضيل رمضان. E desde já desejar um bom Ramadão a todos. ومنها بتمنى لكم إن شاء الله شهر صوم سعيد جدا للجميع. Este estágio vai ter uma particularidade de ter o período de Ramadão a meio do estágio. طبعا المعسكر هيكون في ظروف خاصة شوية لأن المعسكر هيكون أثناء شهر رمضان. Mas nós já preparamos tudo e temos tudo previsto e antecipado para o que aí vem em relação àquilo que é alterações que vamos ter no nosso dia a dia. ومنها احنا جهزنا طبعا كل شيء وجهزنا البرنامج بتاعنا على حسب التغيرات اللي احنا هنقابلها في المعسكر من يوم ليوم طبقا لوجود شهر رمضان اثناء المعسكر. Tem algumas características que nos podem ajudar nestes dois jogos. Tem características que nos podem acrescentar nestes dois jogos. انا اخترت كهربا لان عارف ان هو عنده بعض الحاجات الخاصه بيه اللي هو هتقدر ان شاء الله تكون فايده لينا او تساعدنا في المباراتين الجايين. E é um jogador que me tem surpreendido pela quantidade e qualidade dos movimentos dentro da área. واللاعب بصراحه يعني يعتبر ابهرني من كميه التحركات بتاعته والمسافات بتاعته داخل منطقه الجزاء. Está aqui por mérito. طبعا هو يستحق الحضور وعشان كده ainda bem معنا. Ainda bem que fez estes três gols ontem porque já estava decidido e só vem suportar esta opinião.
وطبعا الحمد لله ان اللاعب احرز 5 3 اهداف، وطبعا يعتبر ان هو بيدعم القرار بتاعنا.